بنرحب الفنان هاني عادل معانا في بوابة اخبار اليوم. اهلا بيك. بنبارك لك النهارده على فيلم المعديه، وعايزين نعرف بتقدم ايه من خلال فيلم المعديه. بقدم شخصيه فارس، شخصيه بسيطه جدا، كل همه في الحياه انه يحقق حلمه ويتجوز البنت اللي بيحبها برغم كل العقبات اللي بيقابلها. قصه الفيلم عباره عن ناس كتير عندهم احلام نفسهم يحققوها، ناس منهم احلامهم ضاعت بيحاول يعوضها باحلام تانية، ناس عندهم احلام جديده نفسهم يحققوها. بس انا عرفت ان انتوا كنتوا في عز البرد في عز الشتاء لابسين بنص كم، يكلمنا عن الظروف الصعبه اللي كانت بتواجهكم اثناء تصوير الفيلم. صعبه يعني دي؟ لا العادي يعني، هو لا بس هو ده، هي دي ده شغلنا يعني. ده هي طبعا ظروف صعبه يعني، دايما كلنا جالنا برد وكلنا عينه وكل حاجه، بس في الاخر بتبصي لما بتروحي تتفرجي وتشوفي ان المشهد ده او الفيلم ده ازاي طلع بشكل حلو الحمد لله يعني، وان احنا كان لازم نعمل كده، ما كانش في حلول تانية. كواليس العمل بقى، وانت معاك مجموعه جميله من الفنانين، معاك مي سليم ومعاك دره ومعاك احمد صبري، هم كلهم اصدقائي اصلا من زمان. حتى الناس اللي عرفتهم جداد جوه العمل زي محمد علي واحمد صفوت، بجد اتبسطت ان انا اتعرفت عليهم. احنا كنا يعني التعامل ما بيننا كان سلس جدا، الموضوع بسيط قوي، ابسط مما يمكن يعني، لان موضوع الفيلم نفسه بسيط، فاحنا كنا بنحاول نبقى قريبين من بعض، بنحاول نتعامل بشكل كأصدقاء، والصداقة اللي ما بيننا دي بتخلينا في التعامل قدام الكاميرا اكتر فليكسبل. حاسه ان الاسبوع ده اسبوع مميز جدا ليك، امبارح كان فتاة المصنع والنهارده المعديه، شعورك ايه بقى كده النهارده؟ يعني والله هو حاجه تخوف يعني، مش حاجه تطمن خالص، بس لانها مسؤوليه اكبر بكتير. اكيد اقارنه يعني، مع ان الفيلم ده معمول بعيد جدا عن الفيلم ده يعني، وقت معمول بعيد، وقت كمان الشخصيه بعيده والوقت بعيد، بس اكيد الناس اقارنه غصب عنها، بس اتمنى يعني يبقى عندهم عدل في المقارنه يعني، يعرفوا ان انا مش قصدي ان الفيلمين ينزلوا مع بعض في نفس الوقت. المعديه اتاخر قوي عن نزوله في دور العرض، كان سببه ايه؟ الظروف اللي بتحصل في البلد طبعا، وكنا بنحاول نطلعه باحسن شكل ممكن، بس اكيد يعني عطيه قاعد اشتغل على الفيلم كتير قوي. انت راضي على نزول الفيلم في دور العرض في الوقت ده؟ عندي مشكله لما حد بيسالني السؤال ده، انا ما عنديش خبره امتى فيلم ينزل وامتى لا، اكتر ناس عندهم خبره هم شركه التوزيع وشركه الانتاج، اكيد عندهم خبره اكتر مني في ده، فاتمنى ان يكونوا هم عملوا شغلهم صح. انا حاولت اعمل شغل صح في الفيلم ان انا امثل، واتمنى يكونوا هم عملوا شغلهم صح ان هم ينزلوا الفيلم في وقت كويس ووقت يتشاف ويكونوا عملوا له دعايه كويسه، هو ده احسن. بس هاني عادل بيحضر ايه الفتره الجايه؟ الفترة الجاية بنحضر الألبوم وسط البلد اللي هينزل، وعندنا حفلة الشهر الجاي ويوم 14 إن شاء الله أول أغنية هتنزل ديجيتال، وعندي مسلسل سيرة حب مع سيرين عبد النور، وفي مسلسل تاني إن شاء الله مع أستاذ خالد الحجر وأستاذتنا ليلى علوي. مبروك. سعد الإمام طلع ضيف شرف مع أستاذ سعد الإمام صاحب السعد. لا جهزتوا ازاي يعني؟ الحقيقه كان فيه تفاصيل ليها علاقه بالروح بتاع الشخصيه، اللي هو يعني عشان تبقى فيه مصداقيه قوي، اللي هي يعني بتشتغل في محل كوافير وبتجهزها انها بنت بسيطه جدا فقيره، فده اشتغلنا عليه. برضو انا ركزت قوي مع يعني احنا بنشوف قصه الحب اللي هي بين كل اثنين، يمكن كتير قوي بنشوفها في الشارع واقفين على الكورنيش، اللي بشوفها كتير. انا اصلا بنزل، انا حواليا ناس كتير يعني، بتعامل مع كل الناس من كل الطبقات وكل الفئات في مصر، وعملت قبل كده الفنانه الشعبيه، في شخصيه معينه اصلا انا بقيت يعني متخصصه في الشعبيه. لا بس هنا يعني اقول لك اللي عاجبني في الموضوع انه معمول بشكل ديسنت قوي يعني، انه مش شرط ان يبقى الشعبي يبقى فيه حاجات مسفه او في حاجات مبتذله، لا بالعكس يعني احنا بنشوف بني ادمين بنلاقيهم عندهم مشاعر وعندهم برضه مبادئ. والله الكيميا طبعا هو معظم دوري كان مع هاني عادل، لان يعني احلام فارس وكان معاهم كلهم، والحقيقه كلنا تقريبا يعني هاني اشتغلنا مع بعض قبل كده في مسلسل زي الورد، والحقيقه بحب التعامل معاه جدا، وبرده احمد صفوت ممثل رائع، وكنا مع بعض في الريان وعملنا مسلسل ناجح، برده مي سليم يعني احنا عارفين بعض وما اشتغلناش كتير مع بعض، بس في الفيلم كان في كيمياء لطيفه ما بيننا. متهيألي كل الناس، انجي المقدم انا بحبها جدا كلهم يعني، وانا بهنيهم كلهم. لك النهارده على فيلم المعديه، وعايزينك بقى تكلمنا بتعمل ايه في فيلم المعديه. فيلم المعديه تجربه انا سعيد بيها جدا واستمتعت وانا بعملها، هو بيناقش فكره احلام الشباب، وانه الشباب لازم تعيش احلامها الشخصيه مش احلام حد تاني ايا كانت الظروف،
فعليك انك تحارب عشان تحقق حلمك، لانك لو ما حققتوش وعشت حلم تاني وعملت فيه اي حاجه برضه مش هتبقى سعيد. احمد صفوت بيقدم دور ايه في الفيلم؟ ما بحكيش عن الادوار، بس هو ما احنا هنشوفه بس مش هتحكي عنه. هو شاب ينطبق عليه الفكره دي، يعني هو عاش حلم مش بتاعه، فبيحاول عشان يحاول يصلح غلطته ويعيش حلمه. الفيلم غاب قوي عشان ينزل في دور العرض، ايه سبب تاجيله؟ كل الفتره دي كان هينزل في شهر يناير وتاجل واخيرا نزل الشهر ده. مش عارف، ده الموزع والمنتج هو اللي حدده. سمعت ان هو اتاجل بسبب الظروف السياسيه اللي بتمر بيها البلد. اكيد، يعني ظروف البلد صعبه والسينما اكيد عندها ازمه يعني. ف بصراحه الراجل يعني يشكر جدا، يعني استاذ احمد عفت خطوه جريئه جدا وانا بشكره عليها وحقيقي جدا. يعني نتكلم بقى عن كواليس العمل، وانت معاك مجموعه جميله من الفنانين، معاك دره، معاك مي سليم، ومعاك هاني عاد. احنا كنا مستمتعين واحنا شغالين باختصار، يعني احنا كنا حابين التجربه جدا، وكل واحد حابب الشخصيه اللي بيلعبها قوي. فيا رب بس على قد المتعه اللي احنا استمتعناها دي، المتعه دي تتنقل للمتفرج ان شاء الله. الصعوبات اللي واجهتك في اثناء تصوير الفيلم؟ ما كانش في صعوبات قوي يعني، بس يمكن احنا كنا بنصور في عز التلج واحنا لابسين صيفي، فكان يعني يمكن دي شويه كانت مشكله. كان ساعات الكلام ما بيطلعش اصلا، بقى بيقفل من كتر البرد، بس يعني دي كلها حاجات بسيطه يعني، لكن الفيلم عدى ببساطه. بتحضر ايه بقى الفتره الجايه؟ بحضر لمسلسل الصياد لرمضان ان شاء الله 2014، هو بطوله يوسف الشريف وهنا شيحه ودينا فؤاد وناس كامل، واخراج احمد مدحت وتاليف عمرو سمير عاطف وانتاج راديو 1. انت مش هتكرر تجربه البطوله المطلقه بعد فضل زي فضل اشتباك؟ انا في الاخر مش مقرر ان انا ابقى ماشي على لاين واحد، بس انا الفكره بالنسبه لي ان الورق حلو والتجربه والكرو حلو والمخرج حلو، واكيد التجربه مع يوسف هتبقى ممتعه جدا، ويعني ليه لا، انا ما عنديش مشاكل خالص في ده.